بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من خمسة لصحتك. ضعف الانتصاب عند الرجل موضوع يأثر على حياة الإنسان والإنسانة كمان، يعني الست اللي عندها مشكلة إن جوزها عنده ضعف في الانتصاب بتعاني هي كمان، وبالتالي مشكلة مهمة جدا إن إحنا نعالجها. الأول لازم نفهم إن الضعف الجنسي ده ممكن يبقى مشكلة من بدري، يعني ممكن تحصل لك وأنت شاب، وممكن وده دايما اللي بيحصل مع التقدم في السن بيبدأ يظهر الضعف الجنسي. طبعا هو موضوع نسبي بيختلف من حد للتاني. المشكلة الأكبر في الضعف الجنسي اللي بقت موجودة دلوقتي إنه معظم الناس السليمة اللي ما عندهاش مشاكل بتروح تشتري من عندنا من الصيدليات أقراص تزيد من الانتصاب حتى هو سليم، وده يعني بقت حاجة مش طبيعية، يعني بقى حاجة من حباية الزرقاء اللي كانوا بيقولوا عليها في التسعينات اللي هي الفياجرا، كانت اللي بيستخدمها قليل جدا، لكن دلوقتي حوالي 90% من الرجال بيستخدموا الاقراص اللي بتزيد من الانتصاب. الضعف الجنسي بيحصل بسبب ايه اصلا؟ بسبب ان كميه الدم اللي بتغذي الاعصاب اللي مسؤوله عن الخصيتين والعضو الذكري بتبدا تقل لاي سبب، سبب وراثي، سبب يعني حصل مشكله صحيه اتعرض ليها، فبعد ما حصل عمليه جراحيه مثلا او وعكه صحيه لقى نفسه مش طبيعي مش زي ما كان، وسبب هرموني، خلل في هرمونات الذكوره والانوثه. بتاع الخلل الهرموني ده مش بتاعنا، ده عايز دكتور وتحاليل ومع نفسه، لكن التاني اللي هو الانسان الطبيعي اللي مع التقدم في السن وعنده مشاكل في ضغط الدم او سكر في الدم، مرض السكري يعني، عنده المشاكل دي احنا بقى نقوله يعمل ايه؟ اول حاجه لازم ما يسرفش في اكل السكريات. ليه؟ لان السكريات بتعمل حاجه اسمها تمدد في الاوعيه الدمويه، فالشرايين والاوعيه بتبدا توسع، فكميه الدم اللي بتغذي الاعصاب اللي موجوده تحت في العضو الذكري بتقل، كميه الدم اللي رايحه للعضو الذكري اساسا بتقل، وبالتالي الانتصاب بيقل. دي نمره واحد. نمره اتنين، الاكلات اللي فيها نسبه فوسفور عاليه، واظن كلنا عارفين الكلام ده، الحمام والجمبري وكل الكلام ده، كل الكلام ده كويس لانه هو بيزود فعلا من بالبلدي كده سخونيه الجسم، كل الكلام ده كويس، لكن طبعا عدم الاسراف فيه برضه مهم عشان ضغط الدم. ايه بقى العلاج؟ العلاج طبعا كلنا عارفين اقراص الفياجرا اللي هي ماده الفعاله بتاعتها سيلدينافيل اللي ليها بدايل مصري عندنا كتير جدا، فايركتا ونابيفيت و و و. الاقراص دي ظهرت من بدري من التسعينات، هي اصلا كانت علاج لارتفاع ضغط الدم، هي بتقلل ضغط الدم حاجه بسيطه جدا، مش بتعلي الضغط زي ما الناس فاهمه، الفياجرا بتقلل ضغط الدم، ولكن كلام فاضي، هي بس بتعمل فلاشنج في الاول، يعني حمار تحس ان وشك كده ايه احمر وهيفرقع، لكن بعد كده بيبدا ضغط الدم يقل، لانها بتوسع من فتحه الشريان التاج اللي بيغذي القلب، تمام، وبالتالي وقتها الضغط بيبدا يقل حاجه بسيطه، لدرجه ان الماده دي فيها اقراص اسمها ريسباتيو، الماده الفعاله بتاعتها سلدينافيل تركيزها 20 مللي، دي اصلا بتستخدم للحوامل والناس اللي عندهم مشاكل في ان الشريان التاجي في كومبريشن فيه انقباض فعشان توسعه. ده بالنسبه للسلدنافيل. ايه عيوب السلدنافيل؟ عيوب السلدنافيل انه بيشتغل 4 ساعات ومفعوله بينتهي. عيوب السلدنافيل انه بيعمل صداع والم في الدماغ و و و. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نحاول نستخدم اجيال جديده من المواد دي. زي ايه مثلا؟ زي ماده فعاله اسمها فاردنافيل، جيل جديد. المواد التجاريه زي الباور ريكتا، زي السولفيترا، زي الفاردينو ديب، انواع كتير جدا. كل الانواع دي الماده الفعاله بتاعتها دي فيها ميزه انها بتشتغل 12 ساعه في الدم، 12 ساعه، ودي ميزه رهيبه الشكل. حاجه تانية انها ما بتعملش الفلاشنج، ما بتعملش المشاكل اللي احنا قلناها. دي بالنسبه للجيل التاني. الجيل التالت الاخير اللي ظهر اللي هو التاديفيل، اللي هو مشهور بالسيالس، بيسموها فياجرا امريكي. الحاجه دي ميزتها انها بتشتغل 36 ساعه، ودي ميزه جباره. الافضل انك ما تسرفش في استخدام الاقراص دي، الافضل انك تحاول تحسن من حجم الاثاره بتاعك، تحاول تغير التقليد اللي انت متبعه طول الوقت، تاخد مراتك وتروح مكان مختلف، تعمل حاجه جديده، ده مهم جدا، ما تعتمدش على الاقراص فقط. برضه مهم انك تستخدم فيتامينات الاعصاب زي حقن الديبوفيت، زي البيكوزين، الحقن دي في منتهى الأهمية، يا سيدي مش عايز تاخد حقن خد أقراص،
زي الدلتا فيت، نيوروتون، نيوروفيت. انا بقول اسماء تجاريه بحيث انك تاخدها لو انت عندك حساسيه يا سيدي انك تسال حد صيدلي دكتور، انا بقول لك على الاسماء بحيث انك تروح تشتريها وتستخدمها. المهم بالنسبه لي انك انت ما تتكسفش، مفيش مشكله عندك ضعف جنسي مش عيب، خلاص دلوقتي كله اصلا بياخد الحبوب دي. الحاجه التانية انك انت ما تسمعش كلام اي حد، واحد يقول لك خد الوصفه الفلانيه، خد الدواء الفلاني، مفيش حاجه اسمها كده. قرص من اقراص الانتصاب دي ممكن يموتك، فلازم خلي بالك كويس جدا انك تاخده قبل الجماع بساعة ونص وعلى معدة فارغة. السيالس فقط هو الوحيد اللي ملوش دعوة بالاكل، مش مرتبط بالاكل. المهم بالنسبة لي، وده يعني الهدف الاساسي من الحلقة دي، انك انت تغير من اسلوبك في فترة المداعبة، في فترة في التعامل مع الزوجة اصلا، في كل حاجة خاصة بالعملية الجنسية. ما تشغلش بالك وتترعب من فكرة هيبقى فيه انتصاب ولا مش هيبقى فيه، ما تخافش. اصلا انت لو خفت مش هيحصل انتصاب، لازم يبقى عندك ثقة في نفسك. تعرف انا كنا بنعمل ايه؟ كنا احيانا بندي لمرضى قلب قرص اسبرين وبنقوله ده بتاع انتصاب، واو ده، اقوله ده رهيب، وهو بتاع اسبرين لانه ما ينفعش ياخد اقراص انتصاب. تاني يوم اساله يقول لي ده 100 100 جبار، مع انه اصلا مش انتصاب، ولكن هو كان عنده استعداد نفسي لده، الاستعداد النفسي في منتهى الاهميه. ما تنساش لايك شير سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان الحلقه توصلك اول باول. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.